جنود صلاح الدين الأيوبي كانوا يتمركزوا هون لحتى يراقبوا هاي المناطق. هذه الخوابي التي كانت تستخدم قديما جدا. حجم الحمام فاز. هي إحدى قرى مدينة دورة وأساس مدينة دورة من قرية البرج. نحن نقف الآن في الكنيسة الأثرية البيزنطية الموجودة في هذه القلعة. ها ادخل أبو عزيز بهمش. نظرك أبو عزيز متهابش. روح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البيارة كانت تزود جميع أبناء أو أهالي القرية في المنطقة بالمياه. شايفين أراضيكم يا جماعة؟ شايفين يا فلسطينيين يا مهاجرين وين ما كان؟ هذه أراضيكم طلعوا مع أحلاهم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قرية فلسطينية تاريخية موجودة جنوب غرب مدينة الخليل، وتحديدا من الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 48 والأراضي المحتلة عام 67، وهي قرية البرج. خليكم معنا حتى نتعرف على تاريخ هذه القرية والآثار الموجودة فيها. خليكم معنا ويلا معنا فلسطين. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ معكم متابعينا حلقة جديدة من أثار فلسطين. نبدأ معكم باستكشاف قرية البرج جنوب غرب مدينة الخليل، والتي تبعد تقريبا 22 كيلومتر عن المدينة. إحنا الآن موجودين فوق هاي القلعة، هاي القلعة التاريخية القديمة جدا اللي مر عليها كثير من العصور، مر عليها الرومان، البيزنطيين، المسلمين، حتى جنود صلاح الدين الأيوبي كانوا يتمركزوا هون لحتى يراقبوا هاي المناطق. هاي القلعة وهذا المكان يا إخوان اللي بيميزه موقعه الاستراتيجي. الآن غربنا هون عند غروب هاي قطاع غزة، وهون بجنوب حدود النقب وحدود بئر السبع، ومن هون كانت تمر القوافل من هاي السهول. احنا الان هاي تلال مشرفة على ايش؟ على سهول فلسطين، يعني على بعد تقريبا 100 متر من هون. راح نورجيهم بالكاميرا يا ابو عزام جدار الفصل العنصري، هذا اللي بيفصل الضفة الغربية عن فلسطين المحتلة عام 48. معلومات اكثر راح نستكشفها مع الاستاذ يوسف التلاحمة اللي هو رئيس المجلس القروي لهاي القرية، قرية البرج. قرية البرج سميت بهذا الاسم نسبة إلى القلعة اللي احنا متواجدين عليها حاليا. كانت هذه القلعة بمثابة برج لمراقبة القوافل التجارية ما بين شمال فلسطين حتى وصولا لغزة إلى جنوب فلسطين، وسميت هذه القرية بهذا الاسم نسبة إلى هذه القلعة. طبعا قرية البرج هي إحدى قرى مدينة دورة وأساس مدينة دورة من قرية البرج. طبعا يقطنها تقريبا 15 عائلة كانوا ساكنين أهالي دورة بالأصل في منطقة البرج، حتى العائلات الثانية اللي ما ظل إلهم جذور في قرية البرج كانوا ساكنين، مثلا عائلة الرجوب بقت ساكنة قرية الزعق المهجرة. نعم. ومعظم العائلات اللي في دورة إلهم أراضي داخل حدود قرية البرج. طبعا أنا بحكي عن حدود قرية البرج مش الحدود الحالية، الحدود ما قبل ضم جدار فصل العنصر لأراضي قرية البرج. يعني منظر يحكي إنه إحنا قرية البرج هاي تابعة لمدينة دورة، ومدينة دورة تابعة لمحافظة الخليل، فهي باعتبار محافظة الخليل من أكبر محافظات الضفة الغربية والموجودة بتحديدا جنوب الضفة الغربية، وجاي حدودها مع حدود النقب وحدود السبع وحدود يعني المقابلة لقطاع غزة. أبرز العائلات التي تسكن قرية البرج. العائلات تسكن قرية البرج قاعدة التلاحمي والفقيات والمشارقة والشحتيت والعواودي ودودين وأبو عطوان الملاح وعائلة الطبيش وعائلة القيمري وعائلة العمايري كمان. ما شاء الله. يعني معظم عائلات دورة لهم
بذور في قرية البرج. كلهم خير وبركة. الله حييك. طيب احنا الان تابعينا بمثابة موقع الجنود اللي بيراقبوا المناطق هاي الحدودية. فالان راح نتعرف مع بعض على اهم القرى الفلسطينية المحيطة بقرية البرج، وخاصة القرى الفلسطينية اللي داخل الأراضي المحتلة عام 1948 اللي الحدودها بتبلش من هون. شايفين أبو عزام إذا بتركز على جدار الفصل العنصري، هذا الجدار التهم مئات إن لم يكن آلاف الدنومات من أراضي هاي القرية اللي إحنا موجودين فيها الآن. الآن المواطنين اللي موجودين معنا الآن لهم أراضي أصلاً بالداخل، ولكن للأسف ما بيستطيعوا الآن يصلوها بسبب هذا الجدار الاصطناعي، هذه الأفعى التي التهمت أراضي الفلسطينيين، واللي الآن عمالهم يعني الاحتلال الإسرائيلي بيستمتع بخيرات بلادنا. راح يتعرف بداية من الجنوب على هاي القرى الموجودة. طبعا نبدأ على حدود اللقي اللي هي قرية أخويل في المهجرة، وبنيجي على قرية الزعق هي الحراشة، وقرية مران. قرية مران طبعا بنيت على أنقاضها مستوطنة إسرائيلية يقطنها المستوطنين اللي كانوا على حدود غزة ورحلوا. بعدها بننزل لتحت مجادل مجدلات، منها وشرق بتيجي أم خشرم، منها وشرق كمان بتيجي أم نخلي ودير الموس، منها وشمال جاي بتيجي كمان قرية جيمر وادي القمح. طبعا هذا البير الموجود هنا هذا كان مصدر المياه الوحيد للقرية. طبعا أخذوا المستوطن هذا اللي ساكن هنا وضموا الجدار الفصل العنصري. ونيجي للشقة الشرقية، طبعا تل بيت مرسم الأثري حاليا دائرة الأثار الإسرائيلية قاعدة تبحث فيه، يعني شايفين الخيام الموجودة. طبعا هذا يعتبر أقدم قرية في فلسطين، والقرية هذه انشهرت باسم قرية السفر لأنه طبعا مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل، وسميت بعدة مسميات منها قرية النخيل وبيت سفر بيت الكتاب، لأنه كانت وجهة كل الشعراء والكتاب في الزمن القديم. ولو جينا كمان امتداد طبعا حدود اللي هي دورة بشكل عام، بديش أحكي عنها عن قرية البرج، تصل لمنطقة بيت جبرين، خربة الدوايمي، أم الشقف. طبعا دورة لها 99 قرية كما يذكر، معظم القرى هذولا تحجي دار الفصل العنصري. طبعا كل جبل له مسمى، كل وادي له مسمى، كل بلد لها مسمى. يعني على مستوى احنا على القرية هذه قرية البرج سميت بالنسبة إلى القلعة هذه اللي احنا متواجدين عليها قرية البيري، سميت إلى نسبة خربة البيري. سكنون السكان بعد ما رحلوا من 48 مناطق 48 استقروا في الأماكن هنا. البرج طبعا بيعتمد السكان على الزراعة، وللأسف الشديد بعد جدار فصل العنصري ضم مساحات أراضي شاسعة. طبعا هذه كل الأراضي كانت تابعة لأهالي قرية البرج، توجه معظم السكان للعمل ده في الداخل المحتل. وكمان بتشتهر أنه عندهم اهتمام كبير بالتعليم، يعني كل سنة ما شاء الله بيحصلوا على نتائج عالية في الثانوية العامة أهالي البرج، وفيها نسبة متعلمين كبيرة جدا. طبعا متابعينا الأحباب، القرى هاي كلياتها الموجودة الجنوبية والغربية لجنوب الضفة الغربية، هاي القرى كلياتها كانت تبعى إداريا لمحافظة الخليل، وأبرزها بيت جبرين الموجود شمال منا الآن، والقرى الموجودة هون كلياتها والدوائمة. الآن أكيد متابعينا في كتير منكم ناس أصلهم من هاي القرى المهجرة وهم عايشين في المهجر. إحنا الآن متابعينا واقفين على مشارف قراكم، ولكن حقيقة الشيء المؤلم جدا جدا إنه إحنا الآن مطلين على خيرات بلادنا، خيرات الخليل وقراها، خيرات سهل الخليل. إذا بتشوفوا معنا هون المستوطنين مخدين الأراضي وإلهم أماكن مستقرين فيها بدعم من الحكومة الإسرائيلية لحتى يزرعوها، وإلهم هون أيضا مزارع وعيون المية حاطين إيدهم عليها، يعني كل شيء مميز بهاي القرية. للأسف التهم الجدار، شايفين الجدار هون، إذا ممكن تعمل أبو عزام زوم على جدار الفصل العنصري اللي أكل معظم أراضي القرية ومعظم أراضي الخليل الخصبة ومعظم الينابيع. معروف الخليل ومحافظة الخليل باشتهارها بزراعة العنب، للأسف الاحتلال استغل أرضنا الخصبة وبلش هو يزرع العنب في أراضينا المحتلة ويصدرها عبرة باسمه، يحط عليها الليبل تبعه، ولكن الشهد في عنب الخليل اللي هي أرض الخليل، سواء بعد الجدار قبل الجدار. يعني أراضي الخليل هاي مئات الآلاف من الدنومات،
اللي احتلها الاحتلال أخذها أكيد راح ترجع إلنا وراح نعودلها، وأهلها اللي برا سواء هم أو أبنائهم أو أولاد أبنائهم راح يرجعوا لهاي البلاد لخيرات بلادنا. شوفوا متابعينا ما أحلى وما أجمل فلسطين وما أجمل الخليل، ويلا معانا أفلسطين. إذا متابعينا بنكمل معكم في استكشاف هاي القلعة التاريخية. يا أبو عزام كعادتنا إحنا دائما نستكشف القلاع الموجودة في فلسطين، وإحنا الآن موجودين في هاي القلعة. شو أهم المرافق الموجودة في هاي القلعة؟ بداية نحن نقف الآن في الكنيسة الأثرية البيزنطية الموجودة في هذه القلعة. هذه آثار أو جزء من آثار هذه الكنيسة، وأسفل منها حسب ما سمعنا في أرضية فسيفساء موجودة هون، تمام. وأيضا في مرافق أخرى في هاي القلعة، أهمها اللي هي المياه، بكون محفور أبار مياه في داخل القلعة لحتى الموجودين فيها سواء الجند سواء القادة لو تم حصارهم تكون المي منهم جوا موجودة. نعم صحيح. أيضا موجود في أسفل القلعة العديد من السراديب والمغاور. هاي السراديب والمغاور منها شيء للمبيت ومنها شيء للهروب في حال تم يعني اقتحام هاي القلعة. طبعا هذه بعض المرافق التابعة للقلعة، غرف أماكن خاصة بجوار هذه القلعة، وإضافة إلى ما ذكرت من يعني غرف وأثار مستكشفة وغير مستكشفة أسفل هذه القلعة. طبعا هاي المناطق اللي احنا موجودين فيها والمناطق المحيطة فيها وخاصة المناطق اللي داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 48 هي أراضي تاريخية قديمة جدا وفيها أثار، ولغاية الآن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنصب الخيام بجوار هاي القرى وتقوم بالبحث والتنقيب عن الأثار الموجودة، عسى أن يجدوا شيئا يعود لهم، ولكن لغاية اليوم ما وجدوا شيء. وراح ننزل معكم نورجيكم هاي المناطق اللي احنا فيها الآن، الغرف الموجودة السراديب الموجودة، لحتى تاخذوا فكرة عن المعيشة اللي كانت موجودة زمان قبل مئات السنين. طبعا هون مر عصور كتير، منها العصر الروماني البيزنطي، العصور الإسلامية الفاطمية المملوكية، كلها كانت موجودة هون. وأيضا أقام في هذه القلعة جنود صلاح الدين الأيوبي. شوف أبو عزام هذا الباب الخشب، هذا عمره لا يقل عن 100 عام. هذا الباب، هذا الباب، نعم باب قديم جدا، باب قديم جدا، باب أثري. يعني هذه مغارة موجودة وهم مهيئينها من الداخل حتى تكون غرفة، وحاطين عليها هذا الباب الخشب اللي هو لليوم موجود، اللي عمره لا يقل عن 100 عام. طبعا محيط الخليل يا إخوان وقرى الخليل كلها تشتهر بهاي الأماكن اللي هي الأماكن الكهوف القديمة جدا، وينابيع المياه الموجودة منها، وأشجار الزيتون والعنب والتين المحيطة فيها، بحيث أنه كانت القلاع موجودة أو المغاور موجودة والخيرات حواليها والمياه حواليها. طبعا هاي الإشارة متابعينا الأحباب هي إشارة لأحد العصور الإسلامية التي كانت مقيمة في هاي البلاد. إذا بنشوف هون هلال وهلال وبالمنتصف نجمة، طبعا موجودة على أكثر من مدخل على الأمط الخاص بالمداخل. البناء الآخر الخلفه الذي يعلوه أيضا موجود نفس الإشارة. حجم الحمام أبو عزام، تعال نستكشف هناك أبو عزام، شوف إذا في أيضا هناك إشارات على مداخل البيوت هناك. صرنا واصلين بينا أبو عزام، نغلبك معنا أبو عزام. ضبوا حمامكم يا عمي. طبعا هنا إشارة أخرى، لا أدري نفس الإشارة أو أم مختلفة. أبو عزام مختلفة هذه، نعم مختلفة، كأنه هون رسمة طيور، كأنه هون طير وطير وفوق إشارة، إشاعات معينة أو ما بعرف. هي ترمز لله يعني للسلطة اللي كانت قائمة في ذاك الوقت يا أبو عزام. طبعا هذا الدرج الأثري يؤدي إلى يعني غرفة علوية لهذه القلعة، ولا عليها إشارة أخرى. يلا نشوف أبو عزام، اطلع قول يا رب. يا رب. إذن هاي الأثار التاريخية موجودة في قرية البرج جنوب غرب مدينة الخليل، وهاي مطلة على سهول فلسطين المحتلة عام 1948 وحدودها مع النقب ومع بير السبع وقريبة من غزة. ادخل أبو عزام، بهمش، ربنا أبو عزام، تهابش روح. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. طبعا هذا البناء قديم جدا، تم استخدامه لاحقا، آثار بقايا الإسمنت موجود الآن فيه، وهذا يدل على أنه تم استخدامه في عصور قديمة وحديثة. نعم، تم تقويته حتى أنه ما ينهار. نعم، نرى آثار البطون، القصارة قصارة الحديثة على الحجارة القديمة، وهنا صبة إسمنت موجودة في الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نطلع الدرج مع بعض نشوف تفاصيل هذا المبنى اللي عمره مئات السنين الموجود في هاي القرية الخليلية. نتكلم عن الفترة البيزنطية. يقال أبو عزام إنه هذا البرج تم بناؤه في القرن 12 للميلاد، يعني تقريبا سنة 1200 للميلاد، يعني تقريبا قبل 300 سنة من اليوم. خلينا نحكي، طبعا هذه الإطلالة هون مطلة على السهول وعلى التلال التابعة أيضا لهذه القرية، ولكن التي التهم الاحتلال وراء جدار. اطلع أبو عزام من مرج المشاهدين كيف كانوا هون الجنود يراقبوا من هذه النقطة لبلاد المقابلة هون. طبعا هاي هون كان أيضا مر قوافل تجارية تجي من قطاع غزة إلى مدينة الخليل، كانت تمر من هاي المنطقة، لأنه قطاع غزة يعني بعيد قليلا من هون مش كتير. حسب ما احنا شايفين الآن، قرية البرج والأهالي قاموا بتجهيز العديد من المرافق السياحية الخاصة بهذا الموقع. زرنا الموقع قبل هذه المرة ولكن لم يكن الوضع بهذا الشكل. الآن هناك أماكن مهيئة للاستراحة، هناك كافتيريات، هناك استراحات، هناك أماكن سياحية سأقوم بتسليط الضوء عليها. طبعا هناك ممرات للسياح، للمستكشفين، للأهالي، لمن يرغب بالتجول في هذه المنطقة. هناك ألعاب للأطفال ورمال، كراسي للاستراحة، لوحات إرشادية في هذا الموقع، إضافة إلى الطرق المبلطة بطريقة يعني جميلة جدا. يعني هاي أحد السراديب أبو عزام اللي بتودي للقلعة، ولكن مسكرينها من الداخل. هاي عبارة عن غرفة وسرداب بأدي للداخل. تمام، طيب خلينا نمشي بموازاة القلعة ونخرج إلى الشارع. يلا قول يا رب حتى نطلع على الحدود. طبعا هاي جزء من المغاور التي تقع أسفل القلعة. هنا بعض اللوحات الإرشادية التي وضعت للحديث عن معلومات هامة عن هذه القلعة، وهناك صورة، هذا مخطط تفصيلي لهذه القلعة وكيف كان شكلها. قلعة العصور الوسطى والخندق لأغراض عسكرية، موجود يعني شرح مفصل عنها وقديش مساحتها، وإنها مبنية على سلسلة من الكهوف والأنفاق وأبار المياه زي ما حكينا، وأيضا أحيطت بخندق محفور بالصخر لتقوية دفاعاتها، لأن هي كانت مهمة جدا هاي القلعة. طبعا تحتوي القلعة على بقايا كنيسة صغيرة مجاورة لجدارها الجنوبي. كشفت التقنيات الأثرية التي نفذتها دائرة الآثار الفلسطينية بالتعاون مع مركز الفسيفساء والجمعية الإيطالية عن معالم الكنيسة التي يعتقد بأنها بنيت بعد بناء الجدار الخارجي للقلعة. وبعد تدمير القلعة من قبل ريتشارد قلب الأسد أصبح استخدامها محدودا جدا، ومع ذلك فقد تم استعمال الكهوف في الخندق والمناطق المجاورة كأماكن للسكن وإيواء الحيوانات والمواشي، كما أعيد استخدام حجارة القلعة في تشييد المباني التقليدية المحيطة بها. يعني أهم شيء أبو عزام، المنطقة كانت أيضا تشتهر بالمقامات، وأهمها مقام أبو طوق. يقع مقام الشيخ أبو طوق إلى الجنوب الغربي من قلعة البرج ومحاط بمقبرة القرية، وهو مبنى مربع الشكل، مبني من حجارة أثرية ومسقوف بعقد نصف برميلي، وله محراب في الجهة الجنوبية وبداخله ضريح. تحتوي واجهة المقام الغربية على العديد من الطاقة المستطيلة. سنصل المقام بعد قليل بجوار المقبرة القريبة من هذا المكان وبركة أبو طوق، وهما حاجر ومقالع الحجر موجود الآن هنا. إذا نقترب معكم متابعينا الأحباب أكثر فأكثر نحو المنطقة الحدودية الفاصلة بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948، وتحديدا باتجاه جدار الفصل العنصري الذي التهم آلاف الدنومات من أراضي قرى
قرى محافظة الخليل، التهم الأراضي الخصبة، التهم ينابيع المياه، التهم الجمال والطبيعة والروح، التهم كل شيء للأسف. من قبل معكم متابعينا في استكشاف هاي القرية، القرية الخليلية، وتحديدا احنا الآن في مقام ولي صالح اسمه مقام أبو طوق. الآن راح ندخل بداخله. طبعا هو جاي على راس تلة، منطقة مهوية جدا، وحواليه مقبرة. هذا هو المقام، اسمه مقام أبو طوق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا داخل هاي الغرفة، هذا هو المقام الولي الصالح، اسمه مقام أبو طوق. لا ندري، والله أعلم، ممكن أن يكون قبره تحت من هذا المقام. يعود مقام أبو طوق إلى ولي صالح اسمه أحمد أبو طوق، وربما سمي بأبو طوق هذا المقام نسبة إلى الطاقات الموجودة حول هذا المبنى اللي شايفينها زي الطاقات هون بشكل يعني متسلسل داير مدور هذا المبنى، فهي عاملة زي الطوق، لربما يكون هذا الاسم نسبة إلى ذلك. بنكمل معكم في استكشافنا لأراضي قرية البرج جنوب غرب مدينة الخليل، وراح نتوجه الآن أكثر باتجاه جدار الفصل العنصري لحتى نشوف أراضينا المغتصبة اللي موجودة خلف الجدار، واللي الاحتلال عماله بزرع وبقلع فيها وبيبني فيها قاعد وبيعمل كرومات عنب وجايب ناس من برا يزرعوها ويفلحوها. هاي الأراضي اللي هي مقابلنا الآن يا إخوان، أصحابها مهجرين في شتى بقاع الأرض. شايفين أراضيكم يا جماعة؟ شايفين يا فلسطينيين يا مهجرين وين ما كان؟ هذه أراضيكم، طالما أحلاها خضار ومياه وعيون ماء. هاي هون كلها كرومات عنب، شايفين؟ هذا التهمها جدار الفصل العنصري، التهمها الاحتلال اللئيم، شرد أهلها وجاب ناس غرب من برا فلسطين، من أوروبا، من روسيا، مش عارف من وين، وزرعهم في هاي المناطق وخلاهم يعملوا مزارع هناك ويزرعوا ويعطيهم فلوس. شايفين محل أراضينا وسهول الخليل؟ هذه هي سهول الخليل. أبو ويس، هناك في الجبل المقابل نرى هناك قطع في الصخر، واضح؟ واضح أمام الكاميرا. نعم واضح. هذا القطع يبدو أنه كان يستخدم كمقالع للحجارة، تستخدم في بناء هذه البلدة القديمة والقلعة التي أقيمت. واضح كما يعني شاهدنا في العديد من الخرب الأثرية الموجودة في فلسطين، هناك بعض الصخور التي تستخدم في البناء يتم قطعها بطريقة يعني متساوية وطريقة هندسية مميزة جدا واستخدامها في عملية البناء. طبعا احنا موجودين حاليا في الخط الفاصل ما بين حدود 67 و48. طبعا كما تلاحظون هذا جدار الفصل العنصري اللي هو الموجود ما بين أراضي 48 وأراضي 67. إذا بتشاهدوا في عندنا مدرسة قديمة جدا إلى ما قبل الثلاثينيات، ربما في عهد الإنجليز كانت موجودة، كان يتلقى فيها أبناء هذه المنطقة التعليم. ايضا اذا بناخذ الكاميرا لشوي بنشوف انه في عندنا ينبوع مياه اللي كان يسمى بيارة البرج قديما. هذا او هذه البيارة كانت تزود جميع ابناء او اهالي القرية في المنطقة بالمياه، طبعا تم الاستيلاء عليها وايضا دخلت ضمن حدود الجدار. بالقرب منها ب 500 متر تقريبا كان في بابور لطحن القمح موجود في هذه المنطقة. أيضا هذه المساحة اللي انتم شايفينها مساحة واسعة كانت تسمى الجرون أو البيدر. طبعا كان المزارعين من أهالي القرية يفلحوا أراضيهم في منطقة الصبطي اللي هي بتعدنا من الجنوب، وينقلوا هذه المزروعات أو مزروعاتهم إلى البيدر أو الجرون وتم الدراس هان. طبعا هذه البيارة كانت تخدم المزارعين سواء لري أغنامهم أو لمياه الشرب داخل المنازل. بسم الله. بسم الله. بسم الله. مشاهدينا الأعزاء، هذه المغاور وهذه الكهوف الموجودة في قرية البرج جنوب غرب الخليل ضمن قرى وخرب مدينة دورة، موجود فيها الخوابي.
هذه الخوابي التي كانت تستخدم قديما جدا لتخبئة وتخزين القمح والحبوب المتنوعة لحفظها لمدات زمنية ولفترات زمنية طويلة حتى يتم حفظها، عبارة عن مستودعات ومخازن للغذاء والحبوب وللقمح وغيرها. متابعينا، هذه هي حياة الريف في الخليل وفي جبال الخليل. شايفين هاي المغر كانوا زمان يعيشوا فيها، وهي الحلال يكون موجود بجانبهم، والأراضي اللي بيكون فيها الصبر وبجانبها أيضا زيتون وعنب ومياه. هذه هي جبال الخليل، واللي تم تقسيمها للأسف بواسطة جدار الفصل العنصري اللي قسم الحياة الطبيعية إلى نصفين، خلى الأهالي يفقدوا أراضيهم ويتهجروا منها. شايفين هذا هو الجدار الذي فصل هاي الأراضي عن ينابيعها. يعني هون مصدر المياه تبعتهم، حطوا بينهم جدار. يعني ما في أسوأ من هيك احتلال بيفصل بين الشعب وبين أرضه، بين الدار وبين مصدر رزقها وبين أرضها وبين ينابيعها ومياهها. من هنا، من جوار جدار الفصل العنصري الذي التهم آلاف بل مئات الآلاف من الدنومات من أراضي محافظة الخليل، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة والمميزة، والتي سلطنا الضوء فيها على قرية تاريخية قديمة جدا، وأيضا يقال بأن هذه القرية عمرها 5000 عام، اللي هي قرية البرج، وبنيت من أيام مصار سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. هذه الخليل وهي أراضيها وقراها المهجرة شامخة موجودة لليوم، وراح نظل معكم على يلا معنا فلسطين حتى نوثق تاريخها للأجيال القادمة. شكرا لكم، كان معكم معين أبو شخيدم، ومن وراء الكاميرا نعمان عزام سلهب وعبد الله عزام سلهب. السلام عليكم.